عادت اليوم دفعات جديدة من المهجرين السوريين من الأراضي اللبنانية عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس الحدوديين بريفي حمص ودمشق في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني. وقامت الجهة المعنية باستقبال المهجرين العائدين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم قبيل نقلهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب. أكيد فرحة كبيرة ما تنوصف انه العيد جاي وانه رايح عيد بين اهلي وبلدي. فرحه كبيره يعني ما في كلام يعبر عن فرحتي، والحمد لله الحمد لله اللي الله كرمنا وجانا على بلادنا. حيكون عندي بدال عيد عيدين، لانه يعني قدام يعني بحضن الوطن وقدام امي والله ما بس طلعنا من بيتنا تبهدلنا، يعني الغربه صعبه وين ما كان. هلا الحمد لله ما اعطي فرحتي لحدا والله انه رجعت على بلدي. عم تواصلت مع اخوي قال لي الحمد لله الوضع تحسن ورجع. الحمد لله انه رجعنا على بلدنا ووطننا، اهم شيء هي انه رجعنا للبلد وان شاء الله تم بخير وتم البلد بخير. تواصلنا في قرايبنا نزلوا قالونا الوضع تمام ورجع كل شيء الحمد لله مثل قبل. كل عم تحاول انه ترجع بس تخلص امورها هنيك وامور بتعرف المعيشه وكذا، بدها تضبط امورها لتحسن تنزل يعني. الحمد لله مبسوطين ونتمنى الخير لوطننا، والحمد لله جينا على حضن وطننا ونتمنى أن وطننا يظل بخير وسلامة. مع سوريا ما في يعني طلعنا صلنا 6 سنين بس تعبنا كتير ونرجع من زمان أنا ناوي أرجع كنت والله، وبعدت عيالي من شهرين على سوريا يعني عيالي من شهرين سبقوني يعني، وبس كان ظروفنا ما تسمحنا نرجع لبنان، ما تسمحنا نرجع ضغط وديون أنا كان علينا، وحتى خلصنا أمورنا كلها والحمد رب العالمين. بس يعني مشجعنا أكتر أنه الأمن والأمان ما كنا عايشين من الأول، وال يعني قد ما غبت أحلى من بلدك ما فيه بالكون كله، أطهر وأغلى من تراب الشام وسوريا ما فيه.